كأنما تحمل جبلا فوق كتفيها تتنقل سكن عيسى في منزل الدكتور الشهيد شكرالا كرم ليتأكد لها أن كل شيء في مكانه، صوره، شهاداته الجامعية، وأشياء كثيرة تذكر به. الحكيم الذي استشهد قبل 34 عاما لا يزال حاضرا، ولا تزال سكني تذكر لحظة موته كأنما حدثت أمس. صبيحة 17 من شباط عام 77 هوت طلقات الغدر على جسد الحكيم، وكان في عيادته أسفل المنزل، فارتفع شهيدا. جيت لقيت هالحالة من جمع عند الكنيسة هيك، شوفي قالهم شكرا الله. جيت لهون مريم الخادمة اللي عندي كانت، لقيتها عم بتصرخ على الدرج، ميت معلمة ميت معلمة. قلت لها وينه معلمك؟ قالت لي تحت. نزلت لها لقيته هيك ميت وهيك. هو بيعتبر انه كيان اسرائيلي كيان مصطنع، وكان هو ناشط ضد الكيان. هاي مسألة مبدئية بالنسبة له، ولذلك كان في حقد وتآمر عليه. انسان كان غير مرضى عنه من قبل الاسرائيليين والمرتبطين مع الاسرائيليين. المنزل الذي لم يفرغ يوما من المحبين تجمعهم اليوم سيرة شكر الله كرم الذي لم تفارق ألسنتهم يوما. سمي ابن جمال. ابن جمال اسم على بعدين ب 58 اخذ وفد من الخيام كبير لما وقعوا المحكمة المنصورية ومصر ب 58. كان يحب الناس، كان يحب العشرة، كان ينكت، كان يضحك، ما أحلي الدكتور فكري. لما اغتيل والدي نحن ما عرفنا كيف ظروف الحادث، ولم نتمكن من أنه نقوم بواجبنا وندفنه. بعد أسبوع من اغتياله كنت أنا بشغلي بالمستشفى، وإجا رجال كبير من إحدى القرى هناك وطلب يشوفني. لما دخل علي قام المصحف القرآن من جيبه ووضعه على الطاولة وحط إيده عليه وحلف. قال لي أنا كنت بمعتقل بكفر كله، والمعتقل كان مسؤولين عنه الإسرائيليين، وسمعت بعد اغتياله مباشرة سمعت البعض عم يحكوا مع المسؤول الإسرائيلي بالمعتقل بيقولوا له رجعنا من الخيام وقتلنا الدكتور شكر الله كرم. بقتل شكر الله كرم كان الإسرائيليون يهدفون إلى قتل إرادة الصمود لدى أهالي الخيام، كما يؤكد نجله الوزير السابق الطبيب كرم كرم. منذ البداية يعني من عام 1948 لما حول ليس فقط العيادة بس البيت أيضا، حوله إلى مستشفى ميداني لمعالجة جرحى حرب فلسطين. وبعدين كان دائما يوقف ضد المعتدي الإسرائيلي. وقت فتحوا الإسرائيليين ما سموه ببوابات على الحدود، بين بوابات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، فتحوا بوابات ليشجعوا الناس فيها يتوجهوا لإسرائيل للعلاج. كان هو يتوجه صباحا بسيارته وحول سيارته إلى مستشفى متنقل، يقف على هذه البوابات ليطلب من الناس يعينهم ويعطيهم الأدوية حتى الناس ما تضطر إنها تروح لإسرائيل للعلاج. وما هم يا أم أن يقتلوني، وما هم يا أم أن يقتلوني، وأن يزرعوني على أجدع كفيك كالبيرق المستحيل. هي الأرض في غيبة الورد تنأى، سأستلها من فضاء الوريد الذي لا يحد.